الله الرحمن الرحيم. دكتور حسن صليمي فاعي جبهوي ورئيس مكتب المنظمة العلوية للعائد الكثيرين بالمغرب فرع وزلان مكناس. بمناسبة ذكرى 67 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني بالمملكة المغربية، نتقدم بأحر التهاني والتبريك للنساء ورجال الشرطة وكذا عموما وكذلك لكافة رجال الأمن الوطني بمفردة الشرطة بوسلان على ما يقدمونه من خدمات جليلة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على الممتلكات وكذلك صيانة الأنفس في ظل القيادة الرشيدة لصاحب جلال الملك محمد السادس صلى الله عليه وسلم، وندعو الله تعالى أن يمد بعمر جلالته ويحفظه من كيد الأعداء ومكر الخائنين ويقر عائله بولي عهده صاحب سمو الملك الأمير جليل ولي العهد وباقي أفراد أسرة الملك الشريفة. وهي مناسبة كذلك نقدم شكرنا الجزيل ونقدم كذلك تهانينا لكافة رجال ونساء الشرطة التابعين للمديرية العامة للأمن الوطني على ما يقومون به وكذلك ما ينالونهم من سمعة طيبة على الصعيدين الوطني والدولي. وتحياتي للجميع وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعاد السريفي رئيسة جمعية الهدى للتربية الأساسية محاربة الأمية والخدمات الاجتماعية، نائبة رئيس جماعة ويسلان. تنقدموا الشكر الجزيل لمفوضية الشرطة بويسلان اللي استدعونا في هذا الصباح للاحتفال معهم بالذكرى 67 لتأسيس الأمن الوطني بالمملكة المغربية الشريفة. كنشكرهم بزاف تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة نصره الله وأيده وأطال الله في عمره يا ربي وأبقاه ذخرا لنا. تنشكرهم بزاف على هذا الصباح المتميز اللي احتفلنا معهم في المفوضية. تنشكرهم بزاف على المجهودات الجبارة اللي تيقوموا بها في استتباب الأمن في ويسلان، الأمن الوطني اللي هما تبارك الله خوتنا وليداتنا وغاليين علينا، اللي هما عندهم واحد الدور أساسي في استتباب الأمن وكيقوموا بواحد الدور فعال وكبير في محاربة الإدمان، محاربة الجريمة، محاربة واحد يطلعوا بواحد الدور مهم اللي هو كيثبت الامن والسلامه ديال المواطنين. تنشكرهم بزاف بزاف هذا الصباح والله يطول عمر سيدنا وان شاء الله نبقاو نحتفلوا دائما معهم وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. انا جد سعيد بالحضور في هذا الحفل البهيج بمناسبه ذكرى 67 لتاسيس المديريه العامه للامن الوطني، واتقدم بجزيل الشكر لرئيس مفوضيه الشرطه بويسلان السيد محسن بن منصور، والشكر موصول لكافة الأطر وموظفي مفوضية ويسلان وكافة ربوع المملكة. كما أشكر السيد رئيس على هذه الدعوة المشرفة، وأود أن أتقدم بالشكر والامتنان لكل من هم جنود مجندون يحرصون على الأمن وسلامة المواطنين. وبهذه المناسبه كنجدد الولاء لسيدنا الله ينصره والله يشفيه والله يخليه لنا بركه، وكذلك ولي العهد حتى هو الله ينصره والله يخليه لنا والله يحفظ الاسره العلويه كافه. وكنشكر جميع الحضور الكريم وشكرا لكم جميعا وشكرا لويسلان نيوز. السلام عليكم ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم لنا الشرف محمد صابر مدير النشر ديال جريده ويسلان نيوز ورئيس الجمعيه المغربيه للصحافه والتواصل الالكتروني. اليوم كان لنا الشرف الكبير اننا باش نحضروا مفوضيه الشرطه ديال ويسلان للحفل ذكرى الحفل 67، وهذه شرف لنا وشرف لجميع الاخوه اللي حضروا. ومن هذا المنبر هذا كنبغي نشكروا القائد الاول ديالنا صاحب الجلاله محمد السادس نصره الله، الأمير ديالنا مولاي رشيد، مولاي الحسن، العائلة العلوية. وتنشكروا جميع كل من ساهم من قارب ومن بعيد في الأمن والأمان، وبالخصوص الإدارة العامة للأمن الوطني، وشكرا لكم جميعا.